السيروت اللي عندك البريك اللي عندك البريك الشعبي عندك الحبس واخي يا قولي تعال جمعة مباركة وصباح النور عليكم وصباح الخير وربح على كل الناس اللي مصبحين معنا في هذا اللايف في هذا الصباح المباشر مدينة فاس. كما عودناكم هذا اللايف مشاهدينا كنديروا محي مول فلوري جوج مدينة فاس. مرحبا بنا عند هاد الناس اليوم في الحومة ديالهم، ودائما هذا طلب من بعد التعاليق ولي كومونتير اننا نجيو نبينو حي مول فلوري ونعرفوا به ونعرفوا بالناس ديالو. اذا كيف ما عودناكم من خلال كل بث مباشر كنحاولوا باش نقلوا لكم الاجواء ديال كل حومه. حنا اليوم كنتواجدوا بحي مول فلوري جوج. اللي كان قريب لنا في حي مول فلوري يلتحق بيا نناقشوا موضوع اليوم، موضوع الجمعه. مشاهية طيبه للناس اللي غيديروا سكسو هذا النهار يطلع معنا في اللايف، شوفوا شحال ديال الناس اللي مازالين كيديروا سكسو بالجمعه، لان الاغلبيه ديال الناس ولاو كيديروا نهار الحد، لان الحد تيكونوا الاسر مجموعين وسكسو معروف بالجمعيه. اذا بلال تبارك الله عليك، تحياتي ليك دريس، تبارك الله عليك خويا. تحياتنا لك خويا عثمان تبارك الله عليك، ام محمد ومريم الله يسخر لك فيهم، امين. صباح الخير خويا صلاح، ما وقع حتى شي حاجه، غير كنتقاسموا معكم اجواء الجمعه خصوصا من مدينه فاس، لان كيف ما عودناكم مشاهدينا كل بث مباشر كنحاولوا باش نتنقلوا لاحد الاحياء. مازال غادي تلقاونا في واحد البرنامج اللي غادي نخليوه مباشره، نخليوه مفاجاه للجميع. هذا البرنامج من خلاله كاين هدايا ومفاجات من خلال هذا البث اللي غادي نديرو لكم. جمعه مباركه خويا حسين محمد بهجه مانا، السلام تبارك الله عليك خويا. ام محمد وما يمكن كسكسو يوم الجمعه ضروري، بصح ما احلى سكسو بالجمعه وما تكونش الخدمه، باش نادم منين كياكلو كيتكا كيرتاح.